الحبيب عن الحلقة 7 من مسلسل العرب الأصلي. تبدأ الحلقة النهاردة كلها الأحداث هتدور حول مصطفى وفاطمة، عشان لما عايز ياخد ورث من فايزة. فاطمة راحت لمصطفى وهددته، قالت له ابعد عن فايزة وما تفضلش تزن عليها عشان الورث، عشان انت مش قد. قال لها ايه انت بتهدديني؟ قال الفيديو ده اللي انت بعتيه. يا فاطمة انا متجوزة على سنة الرسول. قالت له عارفة وعارفة من زمان، بس انا مش راضية اقول لاختي، وكل ما اقولها بتقول بحبه. قال لي هي، قالت له هي بتحبك انت مش بتحبها، ايه واقفين مع بعض في حاجة؟ قالت له ده عايز شغل هديله. قالت لها احنا هتشتغلوا مع بعض. ودلوقتي جابر شاف فاطمة، قال لها ايه يا فاطمة بقى مش هترضى عني، هتخليها دي 18 سنة، ده انا بشوف بتتزوقي ولا البنت ولا ليلة عروسة في فرحها بتبقى أحسن حاجة، ومش قادرة ألمسك وانتي محرمة نفسك عليا، المفروض ان انتي تسامحي وتغفري. قالت له انا ما بعرفش ولا سامح ولا اغفر، طالما حد كسر قلبي ما بعرفش ألمه تاني. راح نام وهي نامت، ودلوقتي فاروق مع عروسه بتقول له يلا قوم عشان هنفطر. قال لها مسيطرة من اولها هذبح القط. قالت له ايه اذبح واقطع وشفي؟ قالت له لا لا لا. قال لها تشغلي لي شوية حبة دلع شوية، ما كنتش عارف بنات. قالت له الله يعني شوية كده كده. قالت له يلا عشان نسافر، انا محبش اضيع وقت ودايما بستغل وقتي. قال لها حاضر مسيطرة مسيطرة. احب عليها قال لها عمري ما هبص لواحدة تاني، ولا عمري يوم ما خدتك فكرت ان انا ارفع عيني في عين حد. دلوقتي انور والبنت اللي معاه في الطلبة اللي معاه في المدرسة بتقول له ازيك يا مستر، الحمد لله على السلامة. راح قال لها الله يسلمك عاملين ايه؟ قالت له وحشتيني يا مستر. قال لها يا كدابة ده كلهم يومين. قالت لها ارتحت دلوقتي لما قلت له؟ قالت لها هتدي له القصة. قالت لها طبعا هدي له القصة. قالت لها هتتقلب على دماغ؟ قالت له لا. قال لها لا. قالت لا برضه مش هتتقلب على دماغه. ودلوقتي بتقابل الحاج فاطمة صاحب ابوها، بيقول لها يا بنتي كل حاجة بالود، انا عملت كل حاجة بالعافية، ولادي جنب العافية وقطعوا بعض على الورث واتخانقوا ببعض. لما يجي بالود يبقى المحبة احلى، وان انت تلميهم مش تبعديهم. ودلوقتي فايزة بتكلم العيل بيقول لها اعيد القضية وديكي 5 مليون. قالت له قضية ب25 مليون هتديني 3 مليون. قالت له طب انا هعمل ايه في اللي اقول له؟ قال لها اعملي اللي انت قولي اللي انت المكتب وعلق. قالت له انت مجهز حاجة؟ قال لها وتعويض 3 مليون. قالت له شفت الكاميرا دي مسجلة كل حاجة واعتبر مساوبتي. قال لها انت معاكيش اذن من النيابة ان انت تسجلي؟ قالت له لا اذن ليه، ما انا هعملها على السوشيال ميديا، عيل كده تافه يعملها لي ومن غير اي صفحة ولا اي حاجة. ودلوقتي سهر بتكلم من الدكتور انور وتقول له خد الكشكول، الله يسهل عليك يا جنانة. ودلوقتي الاصلي محلات الاصلي، فايزة راحت لفاطمة بتطلب منها الفلوس عشان مصطفى. قالت لها يا بنتي ما بحبكيش ده عشان فلوسك. قالت لها عارفة بس انا بحب فاطمة. قالت لها خلاص. قالت لها المبلغ ده مش موجود. قالت لها احسبيه من الورش، يا اما تبيع محلات ما احنا كده كده هنبيع. قالت لها مش وقت الورش دلوقتي وما تتكلمش فيه. قالت لها خلاص ماشي يا فاطمة بس شوفي. قالت لها حاول اتصرف واقول لك يا فين. قالت لها طب تمام انا هسيبك دلوقتي وعلى راحتك. قالت لها خلاص مع السلامة. سيم دلوقتي راحت جالها التليفون، اتصل بالتليفون. قالت له يا مصطفى مش انا قلت لك مالكش ده؟ بعد كده بعد ما كلمته فاطمة، دلوقتي ابراهيم بيكلم امه فايزة وبيقول لها، قالت له عطيت خالك النص ربع مليون. الله امال ايه على ده مليون؟ قالت له انا عايز اعرف مين اللي انت اوزع عليك الواد ده وكده. قال لها انا كنت مشغول في فرح خالي والفلوس، وان شاء الله فاقرب فرصه ان انا هيبان كل حاجه. قالت له يا حبيب امك انت باين على وشك ان انت كنت عايز منار. قال لها لا يا اما. قالت له ما باين وهي كان مش عارفاك. قال لها خلاص يا اما ما بدقوش حاجه ولا اي حاجه. قالت له طب يلا جهز عم حسابك وجهز الفلوس يرحمك عشان انا مش هسيبها لك. قال لها ماشي يا اما. راحت هي قالت له ايه منار منار ايه حلو. ودلوقتي الدكتور كمال بيتكلم مع زهرة بيقول لها اختك عملت. قالت له خلاص راحت تشوف ربنا رزقها. دخلت امينة وهي فرحانة وخالدة لا خلاص خالته فاطمة وافقت. قالت لها بجد؟ قالت لها بجد والله. قالت له خلي بالك منها دكتور كمال وشربها كل حاجة. ودلوقتي دول قاعدين بيحبوا يتمشين على الكورنيش، بيقول لها الواحد لازم يتعب عشان لما بيتعب يعرف يحقق اللي عايز يعطيها شغلتها. قالت له هات حتة. قال لها لأ. ودلوقتي انور ومراته في ريالة قاعدة مع بعض.
بتقول له عايزين نعمل حقن مجهري مرة، لا عملنا قبل كده انا وراضي بيك يا حبيبتي سواء خلفنا ما خلفش الحمد لله كده. بعد الوقت محل الاصل المحامي بتاعهم ابراهيم قاعد مع المحامي بيقول له عايز اشوف الواد اللي زق عليا، قال له ما انا معرفوش، قال له حاول تعرفولي. وفي عيش ده بتكلم البنت قالت لها ما بكلموش دي عملت خدمة، لا شغل العيال دي ما ينفعش معايا، روح اتصل بيه وقول له تعالى. قايم لا حاضر. ودلوقتي الحاج سيد القط بيتكلم مع اخوه بيقول له ده انت كده عملت كل حاجة، قال له بس لسه، قال له ما تبدأش دلوقتي انت كل معاك دلوقتي. ودلوقتي فايزة بتسند علي قالت لها فين خطيبك يا بنتي، قالت لها مش عارفة، قالت لها انا كنت بحبه عشان الاتنين خطبوا بعض دي بيعملوا كده. ودلوقتي فاطمة جاية الأمينة بتقول لها قاعدة كده ليه، كل ما سيبك اجي الاقيكي سرحانة، قالت لها اعمل ايه، قالت لها قومي كده يلا نخرج سوا نعمل شوبينج سوا ناكل حاجة نتغدى بره اللي انت عايزاه. خدتها وفسحتها فعلا ومشيتها في وسط البلد قصر النيل، عملت في الصحة وجابوا لبس ودي دور العز اللي هي الكل فيه محبة حبة. أما اتكلمت عملت الشباب حتى خدتها بالحضن فاطمة وهي أمينة برضه فمبسوطة وفرحانة. ودلوقتي مصطفى بيكلم فايزة مع بعضيهم بيقول لها حقك عليا قالتله ربنا يخليك، قال لها أنا مستني وسط الخناقة، قالتله لأ احنا مش هنتخانق، انت شوف فاكر اني مرة جبتلي في ايدي، طب اني مرة عملت معايا حاجة، قال لها اوه انت جاي تعقديني، احنا قلنا بلاش الكلام ده. ودلوقتي جاب الراحة.